أهلا بكم من جديد إلى فقرة بين قوسين. نستضيف محمد العربي الطرقان، وهو ابن طارق العربي الطرقان، صاحب الصوت الجهوري الجميل والشخصية القوية التي رافقتنا لسنوات طويلة بأغاني شارات الرسوم المتحركة المعروفة مثل كابتن ماجد وسمبا والكثير من كنت تتفرج دكتور شبيه هنا كنا صغارا. نعم، ساهمت في 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 تكوين جوانب من شخصية هذاك الجيل، وحنا هنا الآن نستضيف الابن اللي هو سائر في طريق الوالد نتاعو، والآن هو يعني يؤدي الكثير من أغاني الرسوم المتحركة. سنتحاور معه حول إشكالية هذا العمل الموجه للطفل ومستقبل الطفل في العالم العربي في ضوء كل هذه الأعمال. نرحب جميعا بمحمد الطرقان، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك محمد العربي الطرقان. في بلادك، نقول في بلادك لانك جزائري سوري. ايوه. ولا تحمل الا الجواز السفر الجزائري. ايوه بالضبط. اهلا وسهلا بك. قبل ما نبداو نتكلموا على هذا الموضوع اللي هو متشعب وعنده أهمية كبيرة، لأنه الاهتمام بالطفل هو الاهتمام بالأجيال، الأجيال اللي راح تقود الأمة في المستقبل، نتكلموا على الوالد اللي رافق جيل بكامله في الجزائر وفي العالم العربي كله، السيد طارق العربي طرقان. العربي طرقان اللي مشهور كثير بأغاني الشارات تاع الرسوم المتحركة اللي تكلمنا عليها، مثل الكابتن ماجد، مثل سامبا، مثل ماوكلي، صراع الجبابرة. نشوفوا فقط شوية هذا الفيديو، فيه بعض الأغاني تعاود ترجعنا للوراء كثيرا. عاد من جديد يمرر إنساني كابتن ماجد. كلها أخلاق، سبحان الله. راح نتكلم على كلمة راح نتكلموا على هذا الموضوع. محمد، هل تعتقد، انت كنت صغير ولكن رافقت الوالد في بعض الاعمال تاعو، هل حسب رايك انه هذاك العصر فريد من نوعه في كل شيء، ام انه لكل عصر خصوصيات لازم نحترموها؟ تفضل. لا، لكل عصر خصوصيته. هلا من زمان كان يلي بيجذب الولد هو المسلسل الكرتوني اللي فيه قصه، فيه عبره. بالوقت الحالي اللي عم بيجذبوا الولد هو الاكشن، العنف، طاخ تيخ، قتل ودمار فقط. هذا مو مثل قبل. قبل كانت لك غير القصه، العبره فيه حكايه وفي بعضها مقتبس عن قصص حقيقيه. هلا كله تقريبا خف لل كله اكشن، كله اكشن عنف. ربما في اشياء حتى تتناقض مع العادات والتقاليد تاع العقيده، مع العقيده، هلا بعضها هيك. لهيك نحن كنا كمركز الزهره سبيستون بنقوم باعداد العمل، يعني بنشتري العمل، بنعمل له الترجمه والاعداد يلي مخالف لتقاليدنا وعاداتنا كعرب، بنغير محور القصه، ما بنحطها مثل ما هي، يعني مو كوبي بيست عن القصه الحقيقيه، بحيث ما ياثر على مجرى القصه، يعني مو بنغير بالخطوط الرئيسيه العريضه للقصه، لا. طيب، الكلمات تاع الشاره هي مهمه كثيرا في في في, في, في كسب المشاهدين، في كيف يتم اختيارها؟ الوالد احنا شفناه في الكثير من الاعمال، نشوفوا الكلمات مستوى، سواء في المحتوى، في الشكل، في كل شيء. وش هي يعني الدور تاع هاد الكلمات تاع الشاره اللي هي الجينيريك؟ لها دور كبير، لانه تعاد او هي شاره بدايه وشاره نهايه، فالولد راح يضل يسمعها ويكررها وياخذ منها، حتى لو ما حفظ كلمات هلا حيطبقها بالمستقبل، يفهمها بالمستقبل. اغلب الشعارات كان يكتبها، مثلا في عندك اعمال كثير عن الرياضه، كابتن ماجد او ضرب الصاعقه او السباق الكبير، رياضه.
شو بدك تحكي عن الرياضة؟ عن لا لازمنا كابتن ماجد، احنا محتاجين كابتن ماجد في الفريق تاعنا. فدائما بتحكي بشكل عام، سجل اهدافا لا تيأس لا تخشى المرأة، بيحكي عن الحياة مو فقط لعبة كرة القدم. لا تيأس فيها الأمل، هنا يعطيك رسالة أمل. أيوة. وكان توجه بكلماته للطفل، مو طفل عمره سنتين ثلاثة فما بيفهم، لا بيفهم أكثر مني ومنك وبالمستقبل رح يستوعبها أكثر وياخذها. لهيك كان يحط كلمات عربية بعضهم ينتقدوه إنه الكلمة هي صعبة على الطفل، ما رح يستفهمها ما رح يستوعبها. بيقول إنه لا، لما يسمعه ما يفهمها رح يسأل أبوه، رح يسأل أمه شوي الكلمة، رح يصير عنده مفردات جديدة. بعدين بعد على تراكم 5 سنين 10 سنين رح يصير عنده مخزون لغة عربية. صحيح. واللي لاحظناه خصوصي بالمغرب العربي، لأنه أغلب المغرب العربي الفرنسي. على مدى 20 سنة الناس صارت أكثر قدرة على التكلم باللغة العربية. خاصة الطفل لما يكبر على هذا اللغة. أيوة. أنك نقطة الالتقاء بين جيلين. أيوة. يعني الأب يمثل جيل وأنت تمثل جيل، يعني تقدر تعطينا المقارنة. أحيانا إحنا نتعاطفوا مع الرسوم المتحركة القديمة لأنه تفكرنا بالطفولة تاعنا. لو كان إحنا ربما ولدنا الآن ما نشوفوش هذه الرسوم، جيل ثقيلة. أيوة. من حيث الإخراج تاعها ضعيفة كثير، يعني من حيث الإخراج. ولكن المحتوى هنا هو اللي يلعب دور أكثر من المحتوى. الآن أختي لا مضمون. أعتقد أنه لزيفي سبيسيو الصورة تغاط على القصة وتغاط، يعني هناك نوع من الإطارة كبيرة في الصورة، يعني المستهلك ينتظر الصورة والمشهد أكثر من انتظار القصة. أشكي صحيح الأمر هذا؟ صحيح. هلأ غالبا أغلب الشركات أو اللي بتجيب أعمال للدوبلاج بتجيبها هي التسويق لمنتجات للعمل نفسه. جيد. مو فقط للعمل الكرتوني، لتبيع الاغراض تبع العمل او تحول شبكه تجاريه. ايوه بالضبط، حتى عالميا مو فقط ب عندنا بالوطن العربي. بس اللي نحن لهلا متميزين بعرض الاعمال الافضل على المستوى العالمي، يعني دائما نختار الافضل يلي فيه قصه، يلي فيه عبره، يلي فيه قيام، بنبعد نحاول عن والمعيار التجاري ما يأثرش. نعم المعيار التجاري ما يأثرش. ما فهمت. ألا يؤثر المعيار التجاري في المعيار التجاري في اختيار نوعية الرسوم المتحركة؟ كمركز الزورة كسبيستون إجباري كل شركة لها هدف تجاري. نحن هدفنا تجاري مو مثل باقي الشركات اللي بتنتج هاي الأعمال. عندنا هدف تجاري بس مو مستوى كبير، مو نسبة كبيرة عفوا. فقط كاين قناة من القنوات الفضائية حذر منها خبراء علم النفس أنها تسببت في انتشار طيف التوحد لدى الأطفال الصغار، وأنا التقيت بإنسان تأثر ابنه بها وفقد كل ملكاته اللغوية وغيرها نتيجة متابعتها والبرمجة العصبية التي تحدثها. ألا ترى بأن هذا الأمر يعني هو حقيقة واقعية تفرض نفسها بقوة مقارنة مع مثلا الإخلاص، يعني لا ظلم ولا خوف ولا غدر ولا أحزن؟ هذه أمور واضحة في مجال الأخلاق وتعزز تربية هذا النشء، لكن قنوات أخرى حتى وإذا كانت ببعد ديني أختي ليلى ولكنها تسببت في انتشار طيف التوحد بشكل غير عادي. هذا بسبب استغباء عقل الطفل ومهاراته وإدراكه. مفكرين الطفل فقط بده يلعب ويغني ويركض ورا الطابة وينزل يلعب مع رفقاته. الأعمال اللي حكيت عنها في منها بعرفها، وأنا شخصيا ما لما بشوفها بقول معقول طب ولد عم تعرض له هيك قصة؟ إيه. راح يصدقه بجوز يروح يقلد الشخصية اللي عم يشوفها. صح. وحدثت محاولات انتحار لمتابعة الأطفال لبعض الشخصية، نقولوها تاع كونان هذاك، كثير من الأطفال ربما احنا سمعنا في حاولوا يقلدوا الشخصيات. قصدك قلدوا الشخصيات وقاموا بمحاولة انتحار. عفوا ما المانع في انتاج رسوم متحركة؟ ما الذي يمنع انتاج رسوم متحركة تتماشى مع قيمنا وتحمل الإطار المطلوب بالنسبة والتشويق المطلوب بالنسبة للتلقين؟ أين المشكل؟ هل المشكل في عدم الاستثمار لأن التكلفة مرتفعة جدا، أم هناك نوع من التهاون والتسيف فقط وانتظار ما هو جاهز؟ الاثنين تهاون. وبالنسبة للطفل بيتسلب أي برنامج كرتون بتشوفه فما مشكلة، بدنا ننتقل للكبار. السبب الثاني
كإنتاج تكلفة التكلفة هي 10 أضعاف و20 ضعف لما أنت بتشتري عمل ب 200 دينار لتعمله أنت وترسمه وتحرك وتلون 1000 دينار عكسها على ضربها ب 30 حلقة فقط زائد وقت لهيك بيستسهلوا بيجيبوا الأعمال الجاهزة ويدبلجوها مو ما في شركات كبيره او كانتاج مهتمه ب انتاج برامج بس اسالك هذا السؤال على ضوء هذه المعطيات كيفاش تقيم اهتمام الدول العربيه ببرامج الاطفال كاين مشروع سعودي في اليابان مشروع سعودي اليابان ما سمعتش هلا في شباب يلي ربيوا على الاعمال القديمه جيل الطيبين بنسميهم وانا منهم صاروا هن عم بيحاولوا انه ما في محتوى ما في قيم وما في قصه هن عم بيحاولوا يخلقوا فكره ويخلقوا اعمال جديده يجتهدوا وياخذوا من يعني على مدى الحياه 20 سنه عمره شاف عملين ثلاثه اربعه علقوا بمخيلته بده يحاول يساوي شيء قريب له منه عمل اسمه عزام فارس الطبيعه هو اول سوبر هيرو عربي مثل مارفل دي سي باتمان سوبرمان هو شخصيه اماراتيه عربية فيها القيم فيها العادات العربية فيها حب العائلة حب الوطن والشباب يلي عم بيقوموا على العمل عليه هن عم بيدفعوا من جيبتهم وهو صديق علي بخماس اسمه والأستاذ سعيد عم بيدفعوا من جيبتهم ليساووا شيء ليقدموا لشركة انه في هذا العمل واحد اثنين ثلاثة انتجوه لانه شوفوا رسوم متحركة جينا من دول اسيوية يعني لا تتوافق نهائيا مع قيم المجتمعات العربية حتى ترجمات ويتم ترجمتها ترجمة إله إله السماء إله الصاعقة إله الحرب إله كذا هذه كلمة إلى ما زالت إلى الآن تعرض في قنوات عربية وفي دول إسلامية يستخدمون هذه المصطلحات هلا هي الفرق بيننا كسبيستون كمركز الزهرة برجع بعيدة وبين شركات أخرى في شركات منيحة كثير مستواها عالي ما شاء الله نحن لما بنجيب العمل وبنعمل له الترجمه مو فقط بنوقف عند الترجمه وبنعمل الدبنج الدوبلاج بنعمل الاعداد يعني اله السماء لا مو اله السماء تعديل بنغير الكلمه بنغير القصه اذا فيها لانه عندك مرات مقاطع بالمسلسلات ما فيك تحذفها بتقطع لك سيره القصه ما راح تفهمها فبنخليها وبنغير بالقصه شوي هل تتنبأ أن تنتقل الترجمة باللهجات الشامية من الأفلام إلى الرسوم المتحركة مستقبلا؟ أبدا لا يمكن لا صحيح هلا عندك المصري شفناها في اللهجة المصرية المصري أنه عنده حس الدعابة والفكاهة حلوة جدا بال يعني تيمون وبومبا وسيمبا الدبجة المصرية بتابعها إذا بتعطيني فصحى واللهجة المصرية بنبسط أكثر باللهجة المصرية تخيل أنت تندل بالدارجة الجزائرية لا أنا ما راح أفهم شيء علاش راح ترجموا لي ممكن مزيج من عدد من المصطلحات ترافيرساترا وترافيرساترا ترافيرساترا أعطوني جيش تخيل هات تندار في سيمبا يعني طيب محمد أنت توافقني الرأي أنه الاهتمام بالطفل مهم جدا في تشكيل الاجيال المقبله اللي راح هي تقود الامم فيما بعد، كيفاش تشوف انت الطريقه المثلى للاهتمام بالطفل من ناحيه هذه الاعمال الكرتونيه؟ كيف تشوف شو عفوا ما سمعت؟ كيفاش تشوف الطريقه المثلى اللي يتم بها الاعداد لهذا الجيل أيوة. والاهتمام بالطفل باش يكون معنا جيل واعي، جيل مثقف استثمار خبرات و يعني في هذا المجال مجال الافلام الكرتونيات استثمار خبرات الشباب يلي ربيوا على الاعمال القديمه الهاتفه اللي فيها القيام لانه في كثير قلت لك خاصه باخر فتره درنا بالخليج دبي الكويت قطر رحنا تونس في شباب مبدعين لابعد الحدود بس شغلهم بيوصل فقط لعندهم واصحابهم صحيح حتى في الجزائر موجودين موجود بشوف بعضهم هون أصدقائي على الفيس ما حدا يعني المفروض لجنة أو ما بعرف شو هي تجمع كل الشباب ونساوي عمل بناء على أفكارهم على
خبرتهم ب بتقول انها لازم تكون اراده من فوق، يعني اراده من مسؤولين. بده يكون انتاجك على حسابك الشخصي، وما بتقدري كشاب لسه طالع عم بيشتغل وعم بيدرس ولا ما فيه ينتج لحاله. حتى انه يعني انتاج للرسوم المتحركه يكلف كثيرا. جدا يكلف كثيرا. نعم. طيب انت راك موجود في الجزائر في 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 جوله، هل عندك مشروع هنا في الجزائر ام جيت فقط سياحه؟ لا، في مشروع ان شاء الله بعد رمضان، لسه في زياره ثانيه ان شاء الله ولسه عم نخطط لها يعني ان شاء الله، ولزياره الاقارب لانه عمومي هون ولاد خالي. قلت لك نحن سوريين جزائريين، ففي قسم بسوريا وقسم بالجزائر بالعاصمه بوهران. انا بالاصل من معسكر سيق. يبارك. عائليه وعمل، عمل وعائله. وفي الكثير من الدول اللي نشوفوا القابليه والتعطش عند المجتمعات العربيه. شوف نجاح البرنامج تاع طيور الجنه كيش كان ضخم يعني مقارنه، بين باللي كاينه رغبه عند الجمهور. لو كانت تكون اراده سياسيه راح يكون هذاك التلاقي بين الجانب المالي والجانب الايديولوجي يعني الاقرب، يقدر يلقاو اليه ويكون نوع من التسويق، لانه يعني كاين تعطش عند المجتمعات العربيه، لو كاين استعداد من الاباء باش يوجهوا لابنائهم في نفس الاتجاه، لانه كل الاباء تقريبا عم يعانيوا. اذا كانت اليابان ميكي هذاك تاع كويوت تاع فيت هذاك منعت اليابان البت تاعو، لانه دائما الضحيه كان ذكي دائما يبدع. رفضت اليابان انه يجوز برنامج باش الاطفال ما يتعلموش فكره انه المبدع فاشل، رفضوا الفكره. احنا رانا كاين تعطش، لكن احيانا ما كاينش قراءه جيده للاقبال او المطالب تاع المجتمعات، وبرنامج طيور الجنه احسن دليل. الغرب دائما بيعمل عمل، بيدبلج او بيرسم او بينتج عمل وبيعمل دراسه عليه. نحن بجوز كوطن عربي نجيب عمل ما بنعرف، ما بنعمل دراسه ولا بنشوف تاثيره، خلص انعرض مره مرتين ثلاثه باي باي. نعم. طيب محمد خليك معنا، احنا نرجع لك بعد قليل. استضيف فقط ممثل عن جمعيه النادي الرياضي للهواة بلديه عين بو يحيى، تفضل. جيت وحدك وما جبتش الميكرو معك، تفضل دوك يجيب لك الميكرو. نساوه اليوم الميكرو، ما فهمتش جمعيتهم اختصاص تاخذ هذا المايك. أنا جاي. الله يبارك. لا لا. المايك الموجود هذاك. طيب. رجع لي إياها. شكراً. سلفونا. هاو سلفوا لك، تفضل. مرحبا بك، نشكركم على الحضور. أنتم جمعية متخصصة، يعني النادي الرياضي للهواة. ما تحتاجوش كابتن ماجد معكم. بالمناسبة جت الصدفة، جت يعني احنا يعني كجمعية رياضية. تصادفت مع كابتن ماجد كرة القدم. نعم. طيب احكي لنا فقط على الجمعية تاعكم، واش راكم تشتغلوا، واش هي نشاطاتكم، وافاقكم ان شاء الله في المستقبل. انا في الحقيقة يعني انا بصفتي هنا ممثل النادي الرياضي للهواة لبلدية عين بوحية ولاية عين دفلة، كنادي في متخصص في كرة القدم على كل حال، يعني هي النادي هاوي فيه كل الرياضات، ولكن احنا في الوقت الحالي. كابتن ماجد لا ما عندكمش. مازال ما وصلناش للكابتن ماجد. برك يعني احنا رانا نمثلوا كل الرياضه، يعني نادي هاوي فيه كل الرياضات يعني في القانون الاساسي تاعو يقدر يمارس كل الرياضات، ولكن احنا في الوقت الحالي عندنا فقط الا كرة القدم لانه اكثر شعبيه وامثانيه كذلك، يعني ما تقدرش في التاطير من حيث الامكانيات من صح حيث صح. عندكم مواهب صاعده ان شاء الله؟ مواهب كاينه عندنا احنا كل الفئات، مواهب يعني كاينه فقط لازم الاهتمام بها، الاهتمام يعني والامكانيات. كما تعلمي هذه النوادي الرياضيه للهواة يعني ماشي كيما النوادي المحترفه، هذه النادي يعتمد على ميزانيه البلديه. مثلا احنا ميزانيه البلديه 3%، تخيلي كل ما تكون البلديه، احنا مثلا البلديه تاعنا ما عندهاش مداخل، 3% هذه كل ما تكون البلديه ما عندهاش مداخل رايح تكون في هذه البلديه تاع عين دفلة. لازم الولايه مالا نروحوا نطلعوا لفوق. والملعب عندكم حق في الملعب؟ عندنا ملعب ولكن عندنا ملعب بصح يعني ملعب فقط، يعني المكان يعني ماهوش مهيئ. ملعب كيف ما فيه ما هو معشوش لا اصطناعيا ولا طبيعيا، ما كاش يعني مرافق، ما فيه بزاف يعني كل الهيئات. وربما هذا الشيء اللي خلى عين دفله ما عندهاش فريق وطني، فريق في القسم الاول والقسم الثاني. ما كاش فريق في القسم الاول، ما حتى هذا النوادي يعني يعني
يعني خساره انه فيه فيه مواهب وفيه امكانيات وفيه شباب اللي قادر يحمل الرايه. احنا عندنا هذا كل الفئات، عندنا يعني من الفئه من الاشبال حتى للاكابر يعني، وكل الطاقم تاعنا مثلا هو الرئيس هنايا مشكور على كل حال، رئيس الفريق راه معايا هنايا، عندنا كاع الفئات وهذه الناس كلهم متطوعين، يعني المكتب المسير هم ناس متطوعين ان شاء الله. لازم لكم في الولايه يساعدوكم، في وزاره الشباب والرياضه يساعدوكم باش تنتجوا فريق اللي يمثل عين الدفله. لا يمثل بالطبع احنا كرنا كفريق هاوي، نطمحوا ان شاء الله نكونوا يعني لهم فريق محترف ان شاء الله، الا شويه امكانيات ان شاء الله. ان شاء الله ماشي غير في كره القدم، احنا في بلدي تاع عين بوحي الهياكل الرياضيه مثلا ما عندنا حتى هيكل، هي وعد على كل حال وزير مدير شباب الرياضه تاع عين دفله جاء دار زياره تفقديه وشاف الملعب ووعدنا باللي يعني ان شاء الله ان شاء الله يكون عند الوعد. ولكن احنا ما نحوسوا كره القدم كل الرياضات يعني بما فيها العاب القوه بقاعه يعني عندنا قاعه في القاعه الوحيده في عين بوحيه توجد القاعه ولكن ما فيها حتى تجهيزات، نستناو رانا نشوفوك معليش ان شاء الله ربي يفرج. حنا ثاني شوف عندنا غير ميكرو شوف العنف في الملاعب والرياضه. شكرا جزيلا، شكرا شكرا. حنا نشكركم على لهذه الفرصه، ربما احنا منذ الاستقلال ما اتيحت لناش فرصه كنادي باش نوصلوا هذا. شكرا شكرا جزيلا. حنا ثاني عندنا الميكرو في الاستوديو، انا راح نسلفناه من عند الاستاذ راح نرجعوه. طيب محمد، لو تختم لنا هذه الجلسه واحنا ختامها مسك بالاغنيه تاع الوالد اللي نبلغوا له سلام حار من الجزائر ونقولوا له باللي كاين جيل باكمله يحبك ويرحب بك ان شاء الله في الجزائر، ونشكرك لانك رافقتنا في الطفوله تاعنا وربما ساهمت في 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 نشر الاخلاق وصناعه تشكيل جوانب من الشخصيه تاعنا. طيب صار في اثنين، طارق العربي طرقان وطارق العربي طرقان والدي، وطارق العربي طرقان جونيور اللي هو ابني. مرحبا بابا، باي باي. ايوه وانت اللي حملت المشعل وان شاء الله ننتظروا منك الكثير. أيوة ان شاء الله يا رب ان شاء الله. نختموها لانه حتى هذه اخر حلقه تاع شوف الحظ نتاعنا انه استضفناك في اخر حلقه نتاع نقاط على الحروف في هذا الموسم. ان شاء الله نتلاقاو في الموسم المقبل ونتلاقاو بكم في رمضان في برنامج قبل السحور، هذا برنامج واحد اخر، لكن نقاط على الحروف حتى الموسم الجاي ان شاء الله الا كنا من الحيين. نشكر الدكتور. هي رساله اختي ليلى للناس بان نقاط على الحروف تريد ان ترسخ الاخلاق في المجتمع، اخلاق السياسه، اخلاق الممارسه الاقتصاديه، وأخلاق الحوار الراقي الذي يحترم الناس ويجعلنا نرتقي بأخلاقنا إلى الممارسة العملية إن شاء الله. ونشكر كذلك الدكتور بكيس اللي شرفنا بالمشاركة تاعه ولعطى إضافة كبيرة، نشكرك. ونكملوا بهذه الأغنية اللي راح ترجعنا لسنوات فاتت. تفضل محمد. كابتن ماجد شكون حافظ راح تغنوا. كابتن ماجد، كابتن ماجد، كابتن ماجد، كابتن ماجد، عاد إليكم من جديد، سجل أهدافا لا تيأس لا تخشى المرمى، كن حسن الخلق مع الخصم فأهدافك أسمى، سجل أهدافا لا تيأس لا تخشى المرمى، كن حسن الخلق مع الخصم فأهدافك أسمى. كابتن ماجد، كابتن ماجد، كابتن ماجد، كابتن ماجد، عاد إليكم من جديد، عاد إليكم من جديد. شكرا شكرا محمد، شكرا جزيلا، شرفتنا بتواجدك معنا وسلام تاعنا ان شاء الله للاب ولكل الاهل تاعنا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، بهذا ننهي معكم حلقة اليوم والموسم نتاع هذا البرنامج. يزيد وحدة، عم يقولوا لك لازم تزيد لنا وحدة. زيد وحدة، اوكي. سيمبا سيمبا، قالوا لك سيمبا. يلا سيمبا. هل شاهدتم ذئبا في البراري يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما كلبا عض يدا ترعاه؟
هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق يشهد زورا ينكر حقا يفشي سرا يمشي مغرورا بأذى سيمبا 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 قادم سيمبا جا سيمبا عند تلي بين قطعان طباط سيمبا قادم سيمبا جا سيمبا عند تلي بين قطعان طباط سيمبا